النهارده إن شاء الله. الفوز بدرع الدوري واللقب ده مهم في التوقيت ده. عايزه حضرتك كابتن سامي تقول لي ايه مدى اهميته، ايه المكاسب اللي النهارده بنحصل عليها من يعني وجهه نظر الجهاز الفني؟ اولا يعني دوري زي ما حضرتك قلت مهمه جدا لينا، تحدي من التحديات اللي كل سنه نادي الاهلي بيقابلها، بيدي ثقه للعيبه، بيدي ثقه لينا كجهاز في اللعيبه. عندنا بطوله مهمه جدا غايبه عنا بقى لها فتره، اعتقد الاستعداد كان كويس ليها عشان ان شاء الله تساعدنا وتدينا قوه ان شاء الله لبطوله افريقيا اللي هي حلمنا وحلم جمهور النادي الاهلي ان احنا نحققه ان شاء الله، عشان نبقى برضو اكبر. لو قلنا احنا برضو اكتر فرقه في افريقيا واخدين البطوله، لكن احنا عاوزين كمان. احنا النادي الاهلي ما بيبيعش بطولات، عاوزين نرجع تاني ناخد بطوله افريقيا ونوصل ان شاء الله لكاس العالم، وان شاء الله نرجع نفرح جمهور النادي الاهلي تاني اكتر واكتر ان شاء الله.